أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر مطلع بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام. وقال المصدر المطلع إن الحركة يمكنها إطلاق سراح محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة. وفي سياق متصل قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، قال إنه سيتم إطلاق محتجزين روس خارج إطار صفقة التبادل.